بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالقاهرة طبعا في مقبرة البساتين، مقبرة اسمها البساتين. توفقنا لزيارة الشيخ عبد الباسط رحمه الله، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ضريح المغفور له الشيخ عبد الباسط. هسه احنا مأجر سيارة طبعا، يعني تاكسي خاصة في سبيل يوصلني لقبر الشيخ عبد الباسط. وسألنا وندلينا الحمد لله. رحمة الله عليك يا شيخ عبد الباسط. تفضل يا شيخ. رحمة الله على روحك يا شيخ. مقبرة الشيخ رحمة الله على روحه. فين هو التربة؟ هذا قبر الشيخ اللي هو يعني حسب السنة انه بتتشال. وفي زي، شفت انت المولد بتاعت السرير؟ رفع كده. رحمة الله على روحه. يعني هذا مقبرة زي يعني زي الفراعنة. الفراعنة والسنة النبوية صح؟ لا يعني مش السنة النبوية. نعم. المصريين ما بتدفنوش بالسنة النبوية. نعم. السنة النبوية اللحم. نعم. تحفر في التراب وتدفن. نعم. في غرف. نعم. هنا بتبقى غرفة، بص النزول كده اهو. بننزل كده اهو. هنا أوضة للسيدات. نعم نعم. أوضة للحريم. تحت. نعم. من تحت أوضتين. نعم نعم. أوضة للرجال وأوضة للسيدات. نعم نعم. دي بتتشال كده اهو. تيجي حاجه جديده. نعم. بتشيلوا شايلين ده ويوم نازلين بيه. يعني سوى هذا يعني. هذا القبر صح؟ اه ده المدخل بتاع القبر. رحمه الله على روحه. رحمه الله على روحك يا شيخ عبد الباسط. على فكره ما تدوس هنا. شو؟ يعني ما تدوس هنا. والله هذا هي هون في قبر يعني؟ اسف. تحت كده. رحمة الله على روحه. تحتيك خلي بس اقرا الفاتحه وادعي بس، يعني هيك بس هيك اصور. هو بده يصور لا يعني بس ماشي. ولا بدك زوم هون الباب زوم. ماشي. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدل داره خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخل الجنه وعدم عذاب القبر من عذاب النار. اللهم جازي عن الاحسان احسانا وعن الاساءه حقنا غفرانا. اللهم ان كان المحسن كسب في حسناته وان كان المسلم فتجاوز عنه يا ارحم الراحمين. اللهم بشره بروح وريحان ورب غير عوضان. اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله. اللهم اتيه عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا. اللهم جازيه باحسن ما عمل. اللهم جازيه باحسن ما عمل. اللهم جازيه باحسن ما عمل. اللهم احشرنا معه يا الله. اللهم احشرنا معه يا الله. اللهم احشرنا معه يا الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحه. بارك الله بك. انت التربي هنا يا شيخ؟ هذا طبعا المسؤول عن مقبرة الشيخ عبد الباسط رحمه الله. صار لك كم سنة هون يا معلم؟ صار لك قديش هون يعني أنت المسؤول؟ كثير. رحمة الله عليك يا عبد الباسط. يا أخو كان عندك لوحة ثانية. رحمة الله عليك. هاي كلها مقبرة الشيخ عبد الباسط. حقك بعد ما نلقى خلاص.
روح مع نوح 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 مع